كنا قلنا من وظائف التكييف التحكم في سرعه واتجاه الهواء. فاللي بيتحكم في سرعه الهواء موتور المروحه ان هو بيكون سرعات في الداره الكهربيه. هنشوف في اي مروحه انتوا عارفين في سرعه عاليه متوسطه منخفضه في الداره الكهربيه. اللي بيتحكم في اتجاه الهواء اللي هو موجهات الهواء مش كده؟ او الريش او السوينج. ف موجهات الهواء بتبقى في منها نوع يدوي العميل بايديه يظبطها، وفي نوع اوتوماتيك بموتور. موجهات الهواء اللي بموتور دي هنتكلم عليها مع الدايره الكهربائيه، لان الموتور اللي بيحرك الموجهات ده بيبقى واصل برضه بالكارته بتاعه الريموت كنترول، فده جزء كهربي هنجيله في الدايره الكهربائيه. ماشي. طيب، فاحنا كنا اتكلمنا عن ثلاث دوائر، اسف، عن دايرتين، دايره التبريد ودايره الهواء. ثالث دايره اللي هي دايره الميه، او بمعنى ادق نظام صرف الميه اللي هو بيسموه الدرين. فالدرين يعني الصرف، الدرين يعني الصرف. فكرته انه احنا قلنا من وظائف التكييف ان هو بيقلل الرطوبه في الصيف، خفض الرطوبه في الصيف. ازاي بقى؟ الهواء في الصيف سخن بيعدي على المبخر يطلع بارد، بس الرطوبه بتبقى ايه؟ عاليه. فلما تعدي على المبخر الرطوبه دي تتكثف تتحول لميه، والميه تنزل في الجهاز والهواء يطلع الرطوبه اللي فيه قليله، فيبقى بكده الجهاز بيقلل الرطوبه. فالميه دي ميه ساقعه بتنزل فين؟ في ارضيه الجهاز، حوض وبعد كده ارضيه الجهاز. فعشان كده جهاز التكييف دايما الشباك يعني دايما بيركب مايل لبره، بحيث الميه ما تنزل من على المبخر ما تنقطش في الاوضه، ولكن تجري تنقط في الشارع. ودي الحاجه اللي احنا كلنا بنشوفها، يعني ان الاجهزه بتنقط في الصيف، لان كل الميه اللي انت بتشوفها بتنقط دي كلها كانت رطوبه في الهواء في الجو في المكان. فمثلا الجيركن ده اللي هو واصل فاحنا عندنا هنا اربع تكييفات. ده تكييف واحد منهم بس. بص، الميه تقريبا واصله لغايه هنا. انا مش فاكر قوي فضيناه امتى، بس اظن امبارح تهيألي يعني. فمن امبارح للنهارده تكييف واحد ملا الميه دي كلها، ودول اربعه. فبالتالي ده كله الميه دي كلها كانت رطوبه اللي هي في الهواء، مش كده؟ تمام. الميه دي ميه ساقعه، ميه ساقعه. فالعميل العميل ايه اللي صمم عايز، قال لك عايز استغل الميه دي بدل ما كده كده هرميها في الشارع، ان انا بقى اساعد في تبريد المكثف، تساعد في تبريد المكثف. فازاي بقى؟ تلاقي ان هو عمل ريشه المكثف فيها اطار خارجي بالشكل ده كده، بحيث تبقى قريبه من ارضيه الجهاز. فالميه اللي ماليه الجهاز من تحت بتعلى شويه، فريشه المكثف تاخد تغرف الميه دي وتطلطشها على المكثف. فده فائده الحلقه دي، ان هو يطلطش ميه يبرد ايه؟ المكثف. تمام؟ اكنه يعني. بس دي حاجه زياده، يعني لو ما فيش ميه ما فيش مشكله، الهواء كافي انه يبرد المكثف، بس ده فائده الحلقه دي. ليه؟ السخونه عاليه يعني؟ حط ميه ساعة، ميه عادية، ميه عادية تقصد؟ يعني عشان الحرارة عالية تقصد؟ تمام. طيب، موضوع صرف الماء فيها مشاكل؟ طيب، كنا احنا قلنا ان دايره التبريد في منها نوعين، في دايره التبريد العاديه وفي دايره التبريد اللي هي ايه؟ ببلف عاكس. فاحنا اتكلمنا عن دايره التبريد العاديه، نبتدي بقى نتكلم عن البلف العاكس.
البلف العاكس اللي هو فايدته انه في الشتاء المبخر يبقى مكثف، فبدل ما الهواء طالع بارد في الصيف، في الشتاء الهواء يطلع سخن ويدفي المكان، ويبقى مش محتاجين سخان كهربي التدفئه. فالريفرزنج فالف او البلف العاكس وظيفته انه يعكس الدايره، في الصيف جوه الاوضه مبخر، في الشتاء جوه الاوضه يبقى مكثف، والمبخر يبقى بره ويعكس الدايره. فالبلف العاكس عباره عن جزء نحاس كله نحاس ليه اربع مواسير ماسوره فوق وثلاث مواسير تحت، تمام. فكرته على السبوره هتبان اكتر بقى، ان هو طرد الكباس المفروض يروح للمكثف. طب فين المكثف؟ المكثف هو على اليمين اهو، مش كده؟ طرد الكباس هنا داخل على البلف العاكس من فوق. اذا الماسوره ده اهي، دي اللي هي واصله بطرد الكباس، مش كده؟ وسحب الكباس المفروض يجي من المبخر، المبخر اهو على الشمال. لا، المبخر داخل، اسف، سحب الكباس داخل في النص اللي هي الماسوره دي. اذا طرد وسحب الكباس الاثنين داخلين على البلف العاكس، والمكثف والمبخر. طيب المكثف هنا والمبخر هنا، المكثف هنا والمبخر هنا، ماشي. فالبلف العاكس زي ما انت شايف فيه غطا من جوه، الغطا ده قافل الماسورتين دول على بعض، اللي هما بص بقى، لو حضرتك قطعت بلف عاكس من جوه هتلاقي ان في غطا اللي هو الفيبر البلاستيك ده، تمام. الغطا الفيبر ده قافل الماسورتين دول على بعض. فدلوقتي طرد الكباس لما يجي ينزل على البلف العاكس مش هيلاقي ماسوره مفتوحه الا ان هي اللي على اليمين، فبالتالي بص كده صح كده، فبالتالي طرد الكباس يروح داخل على اليمين على المكثف، وده اللي على السبوره. من طرد الكباس على المكثف اهو، من طرد الكباس على المكثف، من المكثف على الكابله دي، من طرد الكباس على المكثف، من المكثف على الكابله دي، من الكابله دي على المبخر، من المبخر بقى يرجع لسحب الكباس تاني، لان الاثنين دول واقفين على بعض. من طرد الكباس للمكثف، من المكثف للكابله دي للمبخر، من المبخر يرجع لسحب الكباس تاني، مظبوط. بما ان المبخر جوه الاوضه، عندي جوه الاوضه، يبقى الهواء طالع ايه دلوقتي؟ بارد. يبقى ده وضع ايه؟ التبريد. يبقى احنا في الصيف دلوقتي. طب في الشتاء عايزين ايه؟ عايزين المبخر يبقى مكثف. فاذا كنت يعني عايز تعكس الدايره، فاذا كنت عايز تعكس الدايره زق الغطا ده يمين، هو الغطا دلوقتي شمال، زقه يمين. فبص حاجه كده، ماشي، يعني هو كان كده بقى كده، مظبوط. بص عندي كده، الغطا دلوقتي ايه؟ شمال. لا، هنروح زي انه يمين كده، يعني هو كان كده فيروح كده، مظبوط، تمام. فدلوقتي الغاز اللي طالع من طرد الكباس دلوقتي ما فيش قصاده الا المصوره ان هي بقى المضاد دي الشمال، اللي هي اللي كان جاي من المبخر اللي جوه الاوضه. لا، دلوقتي بقت مكثف، مش طرد الكباس، تبقى مكثف. وبعد المكثف الكبريت للمبخر، وبعد كده يرجع لسحب الكباس تاني. بص على السبوره، من طرد الكباس على المكثف على الكابله دي على المبخر على سحب الكباس تاني. يبقى حركه الغطا بتاع البلف العاكس خلت المبخر اللي جوه يتحول الى مكثف، والداده اتعكست. يبقى الهواء اللي طالع من الجهاز دلوقتي هواء سخن او دافي، يبقى ده وضع التدفئه في الشتاء. ايه المشكله؟ او نقطه مهمه دي نجي لها حالا. ايه المشكله؟ مش سامح لي، مالها المروحه؟ مش فاهم السؤال. بتقول ازاي هتعكس والمروحه اصلا بتطلع تبريد على المكثف؟
ايوه دلوقتي قبل ما نقول مروحه بتطلع ايه وكده، في مروحه هنا ومروحه هنا ولا في ناحيه واحده؟ في اتنين. فانا عندي دلوقتي الطبيعي المكثف بره والمبخر جوه، في مروحه بره بتبرد المكثف، في مروحه جوه بتنقل البوت المبخر للناس اللي قاعده. فلما في الشتاء نعكس والمكثف بقى جوه، فنفس المروحه اللي جوه هتنقل الهواء السخون للناس اللي قاعده، والمروحه اللي كانت بتبرد المكثف بره دلوقتي تقلل بوت المبخر بحيث ما يعملش ثلج حتى بره. بس بغض النظر يعني المراحل البلور بتحدف هواء اجمد، قصادها مبخر قصادها مكثف، هي مالها؟ بتعمل وظيفتها. ماشي الكلام؟ تمام؟ معكوسه في الرسم، معكوسه في الرسم. نعم فهمت. هو في الكتالوجات يعني الاستاذ بيقول ايه؟ لما انا دلوقتي اقول لك المكثف او المبكر بتكلم على ده ولا على ده؟ ما هو مره في الصيف هنا وفي الشتاء هنا، فيحصل لبس. ففي الكتالوجات يقول لك الان دور كويل والاوت دور كويل، الملف اللي داخل المكان والملف اللي في الشارع، عشان ما يهرب من الملف اللي جوه الاوضه، ممكن يبقى مبكر ممكن يبقى مكثف يعني كده. ماشي كلام؟ الاستاذ هنا كان بيسال انه احنا من شويه قلنا ان المكثف اكبر من المبكر، مش شويه قلنا كده؟ طب ما هو دلوقتي بقى المكثف لما يبقى جوه الاوضه هيبقى اصغر من المبخر اللي بره في الشارع. هو تصميم الدايره تصميمها الاساسي على وضع التدفئه، اسف، على وضع التبريد، وبالتالي الكويل اللي بره اكبر من الكويل اللي جوه. لما بتعكس الدايره بيبقى الكويل اللي جوه المكثف جوه اقل. معلش يعني ده ما بتبقاش متظبطه قوي، ما بتبقاش 100 100، بس هو ده اللي في ايده. هيعمل ايه يعني؟ اصل حمل التدفئه اقل من حمل التبريد، يعني انا ببذل مجهود جامد عشان ابرد المكان في الصيف، انما التدفئه لان انا كل حاجه في الصيف بتعكسني، الاضاءات بتطلع حراره، الحيطان بتطلع حراره، جسم الناس بيطلع حراره، كل حاجه ضدي. في التدفئه كل حاجه بتساعدك، النور اللي منور، الناس اللي بتتحرك، يعني كل حاجه بتطلع حراره مع التكييف بتساعده، فالحمل في التبريد بيبقى هو الاهم يعني. فعشان كده بيصمم الجهاز على وضع التبريد. في التدفئه بقاش الجهاز موزون قوي يعني. ماشي الكلام؟ طيب السؤال البديهي انه ازاي الغطا ده بيتحرك؟ بس قبل ما نتكلم في النقطه دي عايزين الاول نتكلم عن مميزات وعيوب البلف العاكس. ما انا عندي تكييف فيه سخان، وده لسه كمان في الدرجه الكهربيه، وتكييف فيه بلف عاكس، فعايزين نعمل مقارنه. البلف العاكس فيه ميزتين وفيه عيبين. اول ميزه في البلف العاكس ان هو بيدي تدفئه صحيه افضل من السخان. البلف العاكس صحيا افضل من السخان. ليه؟ لان السخان بيحرق الهواء. اي عميل عنده تكييف فيه سخان في الشتاء بيشم ريحه شياط كده، في ناس صدرها يعني في مشاكل ما يستحملش الكلام ده. انما البلف العاكس المكثف بيشع حراره بدون ما يحرق الهواء، فصحيا البلف العاكس احسن. الناحيه الصحيه مش هتهم الناس طبعا، خلينا في الناحيه الاهم. الميزه الثانيه الناحيه التكلفه الماديه، البلف العاكس اوفر في استهلاك الكهرباء من السخان، فاللي مش خايف على صحته يخاف على جيبه، انه السخان دايما امبيره اعلى من الكباس. يعني اديك مثال، اذا كان في تكييف السخان بيسحب 17 امبير، في نفس التكييف ده تلاقي الكباس بيسحب 12 امبير مثلا، فدايما الكباس امبيره اقل من السخان. فلما تدفي في الشتاء عن طريق سخان هتدفع فاتوره كهرباء اعلى، انما لما تدفي عن طريق بلف عاكس يعني كباس يبقى الكهرباء هتبقى اقل. فالبلف العاكس اوفر في استهلاك الكهرباء من السخان. تمام؟ العيوب بقى، في عيبين في البلف العاكس، بالتالي في عيب واضح تاخدوا بالكم، ان الكباس شغال صيف وشتاء، استهلاك الكباس في الصيف وفي الشتاء ان استهلاكه اكتر يعني، عمره بيبقى اقل شويه. الكباس شغال على طول، لو الشتاء جامد يعني بس الكباس شغال على طول. ده أول عيب. تاني عيب ارتفاع تكلفة وصعوبة تغييره. السخان لو باظ سهل غيره، إنما البلف العاكس لو باظ طبعا شغلانة بقى، لازم تقطع وتلحم، وهنتكلم في الأعطال عن لحامه صعب شوية، وتفرغ وتشحن، فالتكلفة هنا على العميل بتبقى عالية يعني. ارتفاع تكلفة وصعوبة تغييره لما يبوظ يعني. طب بعد المميزات والعيوب دي
مين المنتشر؟ لا مش منتشر، ده هو السخان بطلوه خلاص، يعني كل التكييفات بلف عكس الجديدة، يعني كل التكييفات الجديدة بلف عكس. ليه؟ لسه، بس في حاجات لسه مقلناش. ليه بقى؟ عشان البلف العاكس اوفر في الكهرباء، فمبدا توفير الكهرباء ده اذا كان العميل مش مهتم وهيدفع، الدول مهتمه، لان انا كدوله، وانتوا عارفين مشكله الكهرباء قد ايه عندنا، على الاقل باينه عندنا قوي يعني، فانا كدوله لما الاقي كل الناس في الشتاء، بالذات الدول اللي فيها شتاء شديد يعني، بتشغل تكييفات بسخانات، شبكه الكهرباء مش هتستحمل او يعني هتتعب، انما البلف العاكس اوفر في الكهرباء في الشتاء، فبالتالي يعني ياثر على البلد كلها يعني. فعشان كده الحكومات بتقول للمصانع، بتطلب منهم ان هم يشغلوا بلف عاكس، ما يشغلوش السخان عشان موضوع سحب الكهرباء. ماشي؟ التكييفات الجديده كلها يا اما ما فيش تدفئه، يا اما اذا كان في تدفئه يبقى بلف عاكس. ما احنا قلنا العيبين يعني، هو بيعمل ريحه، وان هو ان هو لما يبوظ يبقى تكلفته عاليه. اسف انا لخبطت، السخان بيعمل ريحه، وان هو بيستهلك كهرباء اكتر. ماشي؟ فالمفروض اللي فاضل ايه بقى ما قلناهوش، ان ازاي الغطاء بتاع البلف العاكس ده، العميل في الصيف بيقول له تعالى كده، وفي الشتاء بيقول له روح كده. فالحركه بتاعت البلف العاكس دي بتتم ازاي؟ احنا مسبقا عارفين، ما قلناش بس احنا عارفين كلنا، ان العميل بيتعامل مع التكييف وبيكلم التكييف عن طريق الريموت كنترول. فاذا التحكم لازم يكون كهربي، ما ينفعش يكون حاجه ميكانيكيه اسحبها بايدي او ارجعها بايدي يعني. مش كده؟